ألو عمر، بس ما أكون فيقتك. لا، في شي تولي؟ من شوي لأجوري، حبيت خبرك. بعرف، وأنا هلأ موجود معه. وينك؟ قصدي وينكن؟ بالمستشفى. بالمستشفى؟ الوضع خطير شي؟ لا أبدا، جوري وضع كتير منيح. تولي، معلش تحاكيني بعدين؟ طبعا ولا يهمك. صباح الخير توليب خانم، امريني. روحي حضري لي الحمام وبعدين فطور خفيف، شوية لبنة وقطعة خبز نخالي. أمرك توليب خانم. حضرتك ما نمتي لهلأ؟ شو بدك بهالأسئلة؟ روحي على شغلك. أمرك. لا ولا جوري. صار لها شي؟ عمر عندها بالمستشفى وقال إنه هي بخير. لسه عم يتصلوا مصرين إني رد. مين هني؟ جماعة الصحافة. كنت بدي أسألك إمتى أرجع ركب فيش التليفون؟ إمتى بيخلص هالوضع؟ ألو، لو سمحتوا لبقى تزعجوني بخصوص هالقصة. توليب خانم، الإشاعات بتقول إنك تركتي عمر بيك بسبب اللي اسمه جوري. بكرة رح ينشر خبر مفصل بجريدتنا عن الموضوع، واتصلت لأسألك إذا بتحبي تقولي شي مشان نضيفه على المقال. توليب خانم، ممكن تبعت لي مضمون المقال لو سمحت؟ صدقني، لو عندي شي كنت ما خبيت عليكم. لو سمحتوا له ولا بقى تتصلوا بعد هلأ. على القليلة الفضيحة تبعي ما دريت فيها الصحافة. خير ستي، شوفي هدول الصحفيين عم يتصلوا لعنا من الصبح بدهم ينشروا خبر. لهلأ مدري كم واحد صار متصل. ايه شو بدهم يعني؟ عن جد شي بخجل. رح ينشروا خبر علاقة عمر وبنت صالح، يعني عمك ناوي ينزع سمعتنا كرمال علاقة تافهة. ايه وانتي ليش معتبرة انه هي العلاقة تافهة يعني؟ هي بتكون حياة عمي الخاصة، ما من حق حدا يتدخل فيها. ليك داني، انت وعمك حاملين اسم عيلة حكيم أغلو، وتصرفاتكم مو بس بتأثر على حياتكم. خلصنا ستي، لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه. ايه بعدين اللي بيسمعك بيفكرنا من العيلة الحاكمة. ستي لا تنسي انه كل اللي بتملكه عيلتنا قصرين ومزرعة ورصيد بالبنك. داني، عم حذرك تحكي معي بهالطريقة مرة تانية. أمي، هاللوح ما بيفهم بالحكي أبدا، لأنه نص يلي واقف قدامك هو من خدامة شغل الضيعة. داني بتسكر تمك احسن ما كسر لك راسك، فهمان؟ اذا كنت زلمه تعال ضربني بابا. كفي. ولا ما بتكون زلمه غير على امي، مو هيك؟ ما بدي اسمعك عم تحكي هيك بهالبيت. داني ابني بكفي. ليش مو سمعانتي؟ خلص بقى يا ربي. خطفت الجميله التي دخلت بين توليب سباهي وعمر اوغلو اللذين كانا يحضران للزواج. اوغلو نشر تكذيبا للخبر الذي نشرناه سابقا وتوجه الى مركز الشرطه للعثور على جوري جيليك. اوغلو الذي كان متواجدا وحزينا في المركز لم يغب عن انظارنا خروجه بسرعه من هناك. عمر، ايه جاهدة؟ كيفك توليب؟ شو عم تعملي؟ بتمنى اني ما اكون فيقتك. ليش انا؟ من وين بده يجيني النوم بعد اللي صار؟ من الصبح جماعة الصحافة عم يتصلوا، اكيد اتصلوا فيكي. شو بدنا نعمل؟ ما بعرف صدقيني جاهدة، حتى ما بعرف شو لازم اقول. حاسة حالي بورطة كبيرة. هالمرة رح احكي مع عمر بشكل جدي اكتر، بس انت بكل الاحوال روقي ولا تضايقي ابنه. مالي متضايقة، كل القصة مزعوجة من عمر. عندك حق، شو ما حكيتي حبيبتي. طيب فينا نحكي بغير وقت لو سمحتي؟ طبعا نحكي امتى ما بدك حبيبتي. توليب انتبهي على حالك، بشوفك.
ألو، قريت الخبر تبعكم. انطروا مني تصريح خطي ببعث لكم اياه بعد ما احكي مع عمر. شكرا لك. قال بعدين، مو طبيعي ما ابرد دمه. عفوا يا خامن، الدكتور عمر الصبح قدم استقالته وترك الشغل، مسافر على نيويورك، ترك لك هالرسالة. صباح الخير. صباح النور. منيح بالأخير فضيت لنا. قلت لي إنه بدك تحكي معي بشي مهم، لهيك إجيت. حاكوني الصحافة، رح ينشروا هالخبر بكرة بالجرايد. أنا قلت للمحامي إنه يحضر رد عليه، بس أنا حبيت أخذ رأيك كمان. توليب، شو هالحكي هاد؟ تفاجأت مثلك. نحن إمتى بدنا نخلص من مصايب الصحافة؟ من وين بيجيبوا هاد الحكي؟ الحكي عن زواجنا ضايقك صح؟ لا طبعا، بس جوري واهلها لما يقروا الخبر شو بده يكون رايهم يعني؟ طبعا لازم قبل كل شيء فكر بجوري خانم واهلها، مو هيك؟ طيب وانا مين لازم يفكر فيني عمر؟ يعني اللي مضايقك بس اللي بخص جوري خانم؟ توليب، اللي مضايقني انه كيف الصحافه بتكتب شيء مو متاكده منه. خلصنا، بكفي لو سمحت. انت اللي رحت ركضت على المخافر قبل اهل جوري. الصحافه كالعاده ما بتغض نظر، واللي عملته مو عادي وبيلفت الانتباه. معقول انت كيف بدك يعني فكر بحكي الصحافه وحياه جوري كانت بخطر؟ ايه، وانا بالوقت اللي انت عم تعمل بطولات بضطر اسحب فيش التليفون واطفي موبايلي مشان ما حدا من الصحفيين يتصل فيني، وانت ولا سائل. توليب، معقول هيك خبر سخيف يكون هالقد بهمك؟ روحي اطمني على جوري لانك ولا مره حكيتي معه. لك مو انت قلت لي انها منيحه ولا كمان بتنسى شو بتقول؟ وبعدين شو المطلوب مني، ضمها لصدري وغني لها مثلا؟ انا رح امشي بخاطرك. الخبر الذي سيتم نشره بخصوص خطف جوري جيليك لا يخص توليب سباهي ولا عمر أوغلو بتاتا، ولقد تأثرت موكلتي بشكل كبير من الإدعاءات والأقاويل التي ليس لها أي أساس من الصحة أو الدقة، والتي تم ذكرها عنها في المقال الذي ستقومون بنشره عن صديقها وخادمتها جوري. كيفك أستاذ؟ مضمون التصريح تمام هيك، أنت فيك تبعته هلأ. أنا بتمنى ينشر تحت صورتي مع عمر اللي كمان رح تنزل بالخبر. شكراً لك، شكراً كتير. جهاد، أهلين. شوفي ليش راكد بسرعة؟ ملت ما مليت من نظرات البشر اللي بتحسسني اني من غير كوكب. انا كمان بدي اكون انسان طبيعي مثل كل الناس. مين هاد اللي اطلع فيك بطريقه غلط حبيبي؟ كل اللي اطلعوا لما طلعت لبرا كلهم اطلعوا، وبعيد ميلادك كمان، ولما رحلت عشان اطلعوا هيك. لك خلص ما بقى فيني اتحمل. جهاد، انت اليوم كنت ما احلاك كتير رايق، دوشت لحالك ولبست ثيابك وكمان طلعت. توليب، انا ما بدي اعيش حياتي مثل كل يوم. ما بقى بدي اطلع والعالم تنظر لي باستغراب. بدي اكون انسان عادي مثلكم. بدي اعيش كانسان طبيعي ما حدا له عندي. طيب التوليب. جهاد، الناس عندي ما لها قيمه ابدا. لا تصدق انه في انسان اغلى منك بالعالم كله. عم تفهم حبيبي؟ ما أنا هبوس إيديك، عملي أي شيء ساعديني حتى أكون مثل الخلق، لأنه ما بدي ضل هيك. ما بدي ساعديني أتغير كرمال الله، أنا مالي غيرك بهالدنيا. بابا، مو أنت اللي جبرتني وافق على الزواج بعد ما خلصت منه؟
وقتها أنا ما كان بدي بسمع هيك، سمعت كلمتك مزبوط؟ يعني طلع لها علي مو هيك؟ لا مو هيك قصدي، أنت ما دخلك، أنا اللي ما كان بدي إياه ومع هيك لبست المحبس بابا. طالما ما بدك إياه ليش لما غيرت رأيي صرتي بدك تتزوجي؟ خلصنا جوري شبك، خلص سكروا هالموضوع بقى، ليش هيك تبقتوا شبكون جوري؟ بابا ليك بوعدك ما رح يصير شي يضايقك من بعد اليوم، تمام؟ خلص كل واحد بطريق. وأنا كيف بدي صدقك هلأ؟ وعطيني أكثر من مرة قولتي ما رح زعلك، بس بترجع بتعملي اللي براسك. خلص تمام، ما تزعلوا من بعض هلأ. بابا خلص روقنا شوي بلا ما ينزل ضغطك هلأ، عدو خليك رايق. ايه بابا انت ارتاح واشرب كاسة الشاي تبعك وأنا رح أجيب لك الجريدة. ايه يلا عود شوي. انت تسلى بالأخبار ولا عاد توجع راسك بالمشاكل، طلعت تحكوا بسيرة مرة تانية، اتفقنا؟ خلص الزيتون، أنا رح أبي الصحن.